السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. رمضان مبارك سعيد، يدخلوا عليكم بالصحة والعافية وكل ما تمناو. دونك اليوم غنقدم لكم واحد التشكيلة رمضانية ديال جليبات وقنيدرات اللي كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. وهاد التشكيلة اللي غنقدم لكم خاصة بشهر رمضان اللي تيمكن للنساء يلبسوها في الفطور ولا في شي أمسية إلا كانوا معروضين. بحالي كتشوفوا هاد جليلبة اللي لابسها أميمة، جليلبة أون كريب دو سوا اللي القصة ديالها شوية مختلفة. درت لها اون كوب جبلية اللي رجعت تخي تخي طوندونس. بالنسبة للخدمة ديالها خدمتها بالرندة دلاقيق ودخلت لها واحد اون بوتي توش ديال الهديبات اللي تنجبروها من القدام افيك ان بوتي غابيل في لي شوشو. هنا عندنا جليلبة اون تول دو سوا بان بتي غابيل دو دونتيل. بحال اللي كتعرفوا بان هاد السنه سي لو غران روتور ديال لي دونتيل. بالنسبه لاكوب ديال هاد جليلبة اونتر جلابه وقندوره. وبالنسبه للخدمه دخلت لها ان بوتي روبان ان بو بريان باش يعطي واحد ليفي ان بو سواري. هاد الجلبة هادي باركونتخ القصة ديالها شوية مختلفة. درنا مزج بين جلبة والقندورة موسلين جورجاج دائما، غير هاد المرة فلاست الأوني عملنا شوية لامبريمي باش نخرجو من داك لو كلاسيك ديال اللون أوني. لو بلوس في هاد الجلبة أننا درنا لها واحد البليغا أسورتي مع لو تام في اللون أن غابيل ديال لامبريمي ديال هاد القنيدرة. هاد جليلبة توجور دون لو كريب، كريب دو سوا. درنا لها قميص بيرلي باش نعطيوها واحد لا توش ديال جلابة ابيي ديال الحضور اللي كنلبسو بمعنى الكلمة في لي سواري في الاعياد، وكتعطيها واحد لا توش شوية كتجي مشيكة. لا كوب كنبقاو دائما في لا كوب ديال الجلابه الجبليه المخزنيه اللي دارجه بزاف على الموضه. هنا عندنا جليلبه اون كريب جورجيت فير رويال، لا كولور تري طوندونس لي من العام اللي فات وحنا في اللون الاخضر ومازال دارج معنا في الموضه. بالنسبه للخدمه ديالها درنا لها لي بريت، شنو كنسميو لي بريت بالعقيق، كلها مخدومه بالعقيق باليد. فريمون الزبونه ملي كتلبس جليبه بحال هذه راه بحال لابسه قفيطن.